في مدينة صغيرة كان يعيش ولدا يدعى عمر، يعشق كرة القدم. كل يوم بعد المدرسة يذهب مباشرة إلى الملعب القريب من منزله. كان عمر يتمرن بجد، يركض وراء الكرة ويتدرب على المراوغة والتسديد. حلمه الأكبر أن يصبح لاعب كرة قدم مشهور. في أحد الأيام أعلنت المدرسة عن مباراة كرة قدم. كان عمر متحمسا جدا وبدأ يستعد لها بكل قوته. يوم المباراة ارتدى عمر قميصه الرياضي وحذاءه المفضل. شعر بالفخر وهو يقف على أرض الملعب مستعدا للعب. خلال المباراة أظهر عمر مهارة كبيرة، سجل هدفا رائعا جعل الجمهور يهتف باسمه بإعجاب. في نهاية المباراة فاز فريق عمر ورفع كأس البطولة. شعر بسعادة لا توصف وتأكد أنه سيواصل مسيرته في عالم كرة القدم.